اسمه اوزيمبيك حقن التخسيس والله الصغير. انا ضد ان احنا نقول اسامي تجاريه الاول قبل طيب اي حاجه. طيب اولا طيب اهلا بحضرتك وبحييكي طبعا على ميرسي قوي على الاحمر الجميل اه ده، والف اهلي مبروك بقى. للاهلي. عايزه اقول الاول ان حظي الحلو اني مع زميلي واخويا، احنا 37 سنه دفعه واحده، طب والله فيعني بالنسبه انتي لي اصغر. وطول عمرها طبعا انتي اصغر، ماشي الكلام ده احسن انا بحبها الحقيقه، هي من احنا الناس زينا الجميله بعد سنه والشاطره. وجهتين كل النظر اتفضل. احترامي وتقديري لزميلي واخويا وصديقي الدكتور محمد المنيسي استاذ الاساتذه، يعني فعلا اتفضل. فاحنا لا يمكن نختلف، لازم في الاخر احنا الاثنين بنتكلم كلام ايفيدنت بيزد، كلام مبني على حقائق علميه، واحنا الاثنين اساتذه فمش هينفع نتكلم كلام غير علمي. انا ضد استخدام طبعا الكلمات التجاريه لان احنا لازم نتكلم علمي. السمنه مرض زي ما سيادتك قلتي، ومرض الامراض، وطبعا عواقبه او مضاعفاته كبيره جدا، منها بقى العضوي ومنها النفسي ومنها الحركي ومنها الهرموني، وحتى الناس الخصوبه بتتاثر، كل حاجه بتتاثر. طيب هنحلها ازاي؟ خمس علاجات لا سادس لهم. الاول الدايت ويكون متفصل، الحركة البدنية وبرضو تتفصل. ثالث حاجة لازم يكون في تغييرات في البيهيفير أو السلوك، ثلاثة مع بعض اسمهم لايف ستايل أو نمط حياة. الرابع وهو اللي هنتكلم عليه النهاردة هو العلاج الدوائي. الخامس وهو العمليات اللي هي للسمنة. العلاج الدوائي مفيش حاجة مستخدمة، احنا بنتكلم على مصر، إلا حاجتين. حاجة بالفم بتقلل امتصاص الدهون 30%، بس بتتاخد أورال بالفم. كبسولة 120 ميلي جرام ثلاث مرات في اليوم حوالين الوجبة قبل أثناء بعد بنص ساعة لساعة، وبتقلل امتصاص الدهون. دي دواء ايه؟ أورليستات. ده اسمه العلمي، احنا ما بنتكلمش اسامي تجارية. أورليستات. احنا النهاردة لقائنا مع بعض على العلاج بالحقن او حقن التخسيس. حقن التخسيس عشان نبقى بس واضحين، الحقن اللي هي تحت الجلد اللي هي بتتاخد زي بالظبط قلم الانسولين. بتتاخد في البطن ولا في اي مكان؟ ممكن هنا، ممكن في الفخذ، ممكن في البطن، ما فيش مشاكل. ولكن اولا في منها نوع يومي وهو مرخص ومجاز استخدامه، وعايز اقول لحضرتك ان انا فخوره اني بستخدمه من 12 سنه، سن 12 سنه. وفي نوع اسبوعي، الاسبوعي ده لمرض السكر المصاب بالسمنه. اوكي؟ اسبوعي. اليومي الحقيقة ثبت جدارته وموجود ومتداول وكويس جدا، هي بس مشكلته ان الناس احيانا بتكسل او بتستسهل او بتسترخص فبتجيب الاسبوعي. الاسبوعي مرخص برضو ولكن للمرضى السمنة المصابين بالنوع التاني من السكر.